بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة STC سلموني تريدينج شانل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مجموعة من النماذج الإنعكاسية التي تجمعها كثير من الصفات المشتركة. أحب أنبه عن شيء، أصحاب المدرسة الحديثة في التحليل الفني بيسموا مجموعة هذه الشموع مع بعض بمبار، يعني الدبوس ذو الرأس، سواء كانت هذه الرأس من أعلى أو من أسفل، إلا أن اليابانيين أصحاب التسمية الحقيقية يطلقون على كل شمعة بمفردها اسم معين يحمل معنى معنوي عن الدور الذي تقوم به الشمعة من حيث الشراء أو البيع. وهناك تشابه واضح في هذه الشموع، ولكن مبدئيا كده أيا كان هذا التشابه فإن كل شمعة تسمى حسب المكان الذي تتواجد فيه، فإن كانت في اتجاه صاعد وجاءت في الأعلى يكون لها اسم يختلف تماما عن لو كانت في اتجاه هابط وجاءت في الأسفل، يعني تسمى الشمعة على حسب مكان تواجدها، ويعتبر من النماذج المهمة جدا والمكونة من شمعة واحدة. ويلا بينا دلوقتي نبدأ في شرح نماذج الشموع اليابانية المفصلية، وسوف تمتد هذه النماذج المفصلية إلى عدة محاضرات. هنبدأ اليوم بإذن الله بأربع نماذج مشهورة سوف نتعرف عليها من حيث الشكل واللون وشروط استخدامها في عملية التداول. النموذج الأول هو الرجل المعلق أو الرجل المشنوق هانجيمان، الثاني هو المطرقة هامر، الثالث هو المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر، الرابع هو الشهاب أو نجمة المساء شوتينج ستار. طيب ما هو المقصود بهذه الأشكال الموجودة أمامنا؟ بداية لو تلاحظ أن هذه المجموعة رقم 1 تشبه رقم 2، وكمان المجموعة رقم 3 تشبه رقم 4. هذه هي أول ملاحظة يجب أن تلاحظها. نبدأ بالنموذج الأول الهانجينج مان، يتشكل من شمعة واحدة، قد يكون بهذا الشكل الأحمر أو بهذا الشكل الأخضر، والاختلاف بينهما هو في اللون فقط. كذلك بالنسبة للمطرقة نفس الشيء، أيضا تتشكل من شمعة واحدة، قد تكون باللون الأحمر وقد تكون باللون الأخضر. كذلك المطرقة المقلوبة تتشكل من شمعة واحدة، قد تكون باللون الأحمر أو الأخضر، ولكن كليهما عكس المطرقة والرجل المعلق، بمعنى أن الجسم يكون لأسفل والذيول تكون لأعلى، وكما هو ملاحظ تأتي على شكلين إما باللون الأحمر أو باللون الأخضر. نفس الشيء بالنسبة للشهاب، هو شكل المطرقة، يتكون من شمعة واحدة، قد تكون حمراء أو خضراء. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، ما دام الرجل المعلق عنده نفس لون المطرقة، فلماذا هذا يسمى رجل معلق وهذا يسمى مطرقة؟ نفس الشيء بالنسبة للمطرقة المقلوبة، عندها نفس شكل الشهاب، فلماذا هي تسمى بالمطرقة المقلوبة ويسمى الثاني بالشهاب؟ يلا بينا نجاوب على هذا السؤال ونتعرف على سبب اختلاف المسميات في عدة نقاط. عندي أربع حالات لتشكل الشموع التي ذكرناها، بناء على تواجد الشمعة في مكان ما يتم تغيير اسمها. نبدأ أولا بالرجل المعلق أو الرجل المشنوق هانجينج مان. متى تسمى الشمعة بالرجل المعلق؟ شمعة الرجل المعلق تأتي بعد اتجاه صاعد واضح، عندما تتشكل أمامي هذه الشمعة بالشكل اللي عليها دايرة ده تسمى بالهانجينج مان، ويكون في معظم الأوقات بعدها انعكاس إذا كانت مستوفية الشروط، وهنعرف شروطها في هذا الدرس إن شاء الله. بالنسبة للمطرقة، هو نفس شكل الرجل المشنوق ولكن يكون بعد اتجاه هابط، عندما تتشكل معي هذه الشمعة التي عليها دائرة تسمى بالمطرقة، وغالبا يحدث بعدها انعكاس للسعر إذا كان النموذج مستوفي للشروط
إذن السبب الأساسي في اختلاف التسمية رغم أن الشكل هو هو يرجع إلى مكان تواجد الشمعة، إذا كانت موجودة في الأعلى تسمى هانجينج مان، وإذا كانت موجودة في الأسفل تسمى هامر. ولو تحدثنا عن الشهاب أو نجمة المساء شوتينج ستار، لو تلاحظ وكما قلنا أن جسمه لأسفل وذيله لأعلى، نفس الشيء يتكون بعد اتجاه صاعد، تتشكل شمعة جسمها في الأسفل وذيلها في الأعلى، هذا يسمى شوتينج ستار أو شهاب أو نجمة مساء، بعدها يحدث الانعكاس. إذن سبب التسمية هو تواجد الشمعة في اتجاه صاعد أو في نهاية الاتجاه الصاعد إن صح التعبير، بينما المطرقة المقلوبة inverted hammer اللي شكلها نفس شكل الشهاب ولكن بتكون بعد اتجاه هابط، وتحدث في مستويات متدنية للأسعار، وتكون سبب في عكس الاتجاه، ولهذا تسمى المطرقة المقلوبة. نذكر مرة أخرى أن السبب الأساسي في اختلاف المسميات على الرغم من تشابه الأشكال هو موضع ومكان الشمعة داخل حركة السعر، إذا كانت في نهاية اتجاه صاعد تسمى بمصطلح معين، وإذا كانت في نهاية اتجاه هابط تسمى بمصطلح آخر. هذه الشموع الأربعة متشابهة وسنجدها مكررة كثيرا على الشرط، وتحدث بشكل كبير أثناء التداول، ولها فعلا تأثير قوي في عكس الأسعار. ودلوقتي هنتكلم عن معايير تشكل الرجل المعلق هانجينج مان والمطرقة هامر. نقدر نقول في صيغة سؤال، ما هي الأسس والقواعد التي يمكنني من خلالها الحكم على هذه الشمعة أنها شمعة هانجينج مان أو هامر؟ ذكرنا منذ قليل أن هذان النموذجان كل نموذج فيهما يتشكل من شمعة واحدة، سواء باللون الأحمر أو باللون الأخضر، سواء رجل معلق أو مطرقة. الفرق الوحيد بينهما هو أماكن تواجدهما في السعر، هو الذي يغير اسم كل منهما، لكن شروط تشكل وتكون أي من الشمعتين هي هي. رقم واحد، يكون جسم الشمعة في الجزء العلوي. تاني حاجة، الظل العلوي صغير جدا أو معدوم. تالت حاجة، الظل السفلي ضعفي جسم الشمعة، أي الظل السفلي طوله قد طول جسم الشمعة مرتين على الأقل. أربعة، كلما زاد الظل السفلي كلما زاد دلالة وقوة الشمعة. لا يهم رقم خمسة، لا يهم لون الشمعة، ولكن إذا خالف لون الشمعة لون الاتجاه السابق فإنه يعطي إشارة أكبر لاحتمالية الانعكاس. رقم ستة، من المهم جدا انتظار شمع التأكيد بعد الهانجينج مان أو الهامر. هذا التأكيد بيكون عبارة عن شمعة تغلق بعد جسم أو ظل شمعة الرجل المعلق أو المطرقة، بمعنى أنه مثلا في الرجل المعلق الآن هذه الشمعة الخضراء لما تتشكل هل 100% سوف تعكس الاتجاه؟ طبعا أنا عندي ثلاث احتمالات لاتجاه الأسعار. الشيء الذي يؤكد أن فعلا بدأ الانعكاس عندما تأتي الشمعة التي بعد الرجل المعلق وتغلق أسفل جسم شمعة الرجل المعلق، أو تغلق تحت ذيل شمعة الرجل المعلق، والأفضل أن تغلق بعد الذيل، ويكون ده دلالة قوية أن فعلا بدأ الانعكاس أقوى من لو أغلقت تحت الجسم. ولكن كلاهما صحيح، سواء أغلقت شمعة التأكيد بعد الجسم أو بعد الذيل. نفس الشيء بالنسبة للمطرقة المقلوبة، ولكن بيكون بالعكس، لأن المطرقة المقلوبة تكون في أسفل الاتجاه، في هذه الحالة شمعة التأكيد تغلق فوق ظل شمعة المطرقة اللي بيكون صغير جدا، فيكون هناك احتمالية أكبر أن السعر بدأ في الانعكاس والصعود. رقم سبعة، نقطة إضافية تؤكد تشكل النموذج بشكل صحيح، وهو في حالة وجدنا فجوة سعرية في الشمعة التي تأتي بعد شمعة الهانجينج مان أو الهامر، فهذا يعطيني دلالة أقوى على الانعكاس. فمثلا لو أخذنا مثال على المطرقة، إحنا عارفين أن المطرقة بتتشكل في نهاية اتجاه هابط، يتشكل معي إحدى هاتين الشمعتين، أي يا باللون الأحمر أو باللون الأخضر، بعدها الشمعة اللي جت بعدها العاكسة لم تفتح من هذا المكان، وإنما كان فيه فجوة ثم فتحت. في هذه الحالة
يصبح الانعكاس أقوى، سواء بالنسبة للهانجيمان أو الهامر، بشرط أن الفجوة تكون فوق الهامر، بينما في الهانجيمان تكون الفجوة تحت الجسم أو تحت الذيل. وسوف نتحدث عن الفجوات في محاضرات قادمة إن شاء الله، ولكن هنا بس أحب أكد إن الفجوات في هذه الحالة بتدعم وتقوي النموذج بصورة أكبر. رقم 8، يجب النظر إلى شمعة النموذج في ظل الحركة السابقة، وجود اتجاه واضح، بمعنى أن هذه الشموع عندما تتشكل في الحركة العرضية لا يكون لديها نفس التأثير في الانعكاس إذا تشكلت في الحركة الاتجاهية سواء بالصعود أو بالهبوط. مثلا الهانجيمان عندما يتشكل في حركة اتجاهية يكون دوره أقوى في التأثير في عكس الاتجاه، لكن عندما يتشكل في حركة عرضية هنا تتبدد قوته ولا نستطيع أن نعتمد عليه كشمعة انعكاسية في عكس السعر. رقم 9، في شروط تكون هذا النموذج هي عند ظهور عدة شمعات وراء بعضها بالنسبة للهانجيمان أو الهامر، يفضل الاعتماد في التداول على آخر شمعة مع انتظار التأكيد. لازلت بأكد أن الهانجيمان يكون في نهاية اتجاه صاعد والهامر تكون في نهاية اتجاه هابط، وعلى قدر توفر الشروط يكون النموذج أقوى. أهم معايير الهانجيمان والهامر هو أن يكون الجسم في الجزء العلوي والظل العلوي قصير والظل السفلي طويل يساوي على الأقل ضعفي جسم الشمعة. هناخد دلوقتي أمثلة عملية حول نموذج الهانجيمان والهامر. مثال واحد عن الهانجيمان في الشكل اللي قدامي ده، اتجاه صاعد جاء في نهايته هذه الشمعة التي عليها دائرة. طيب هل هذه شمعة رجل معلق أم لا؟ بداية نسميها رجل معلق لأن الاتجاه كان صاعد وجاءت الشمعة في نهايته. ثانيا جسم الشمعة واضح أنه في الجزء العلوي للشمعة. ثالثا الذيل بالأعلى قصير مقارنة بجسم الشمعة، وطول الذيل السفلي طويل، لكن لو الذيل العلوي كان أقصر كان يبقى أفضل. طيب كيف أتداول بعد هذا النموذج؟ هل أدخل من الشمعة التي تليه مباشرة؟ إطلاقا أوعى تعمل كده خطأ، لازم أستنى شمعة التأكيد. هذا التأكيد يكون عبارة عن الشمعة التي تأتي بعد الهانجيمان، إما تغلق تحت الجسم أو تحت الظل، وهذه هي أفضل دلالة للإنعكاس لنموذج الرجل المشنوق. بعد هذا الإغلاق بإمكانك تحكم على السعر بأنه بدأ في الإنعكاس. لاحظ أنه بعد هذا الإغلاق مباشرة انعكس السعر الأسفل، ممكن تدخل صفقات بيع وانت مطمن. لاحظ كمان لون شمعة الرجل المعلق كان مخالفا للون الشمعة السابقة، مما يعطي دلالة أكبر على الإنعكاس. في هذا المثال إذا كان الظل العلوي طويل لا يعتبر رجل مشنوق ولا يمكن الاعتماد عليه، ممكن يكون نموذج انعكاسي آخر سوف نعرفه فيما بعد. أما كرجل مشنوق لو ذيله العلوي طويل لا يمكن اعتباره كذلك، لأن احنا عارفين أن الظل العلوي لابد أن يكون صغير والسفلي على الأقل ضعف طول الجسم. مثال 2 على المطرقة هامر. أول شرط عندي لازم تتواجد في نهاية اتجاه هابط، وده حصل عندي بالفعل. لو تلاحظ عندها نفس شكل شمعة الرجل المعلق بالنسبة لشكلها، يعتبر مثالي بالنسبة لشمعة الرجل المعلق اللي كانت في مثال واحد. جسم الشمعة هنا واضح، الظل العلوي قصير، الظل السفلي تقريبا أكبر من ضعفي الجسم. هل ينفع أتداول مباشرة بعد تكون هذا النموذج؟ الإجابة طبعا لا، ما ينفعش إنك تتداول على طول مباشرة بعد تكون هذا النموذج، لازم تستنى شمعة التأكيد
حتى تتأكد فعلا أن الاتجاه بدأ في الانعكاس. استنى لما تشوف الشمعة اللي بعدها على طول تغلق فوق جسم شمعة الهامر أو فوق الظل العلوي لها. بعد كده بإمكانك تدخل مع المشترين صفقات شراء بعد إغلاق الشمعة رقم واحد بعد المطرقة، حيث بدأ الثيران في رفع الأسعار إلى أعلى. أهم حاجة، هذه النماذج عندما تتشكل على فريمات مثل الأربع ساعات أو الفريم اليومي يكون تأثيرها أقوى من أنها لو تشكلت على فريمات الربع ساعة أو النص ساعة أو العشر دقائق. وكلما زاد الفريم كلما أعطى قوة أكبر للنموذج. ودلوقتي هناخد أمثلة غير صحيحة على شمعة الهانجنج مان والهامر. النموذج الأول، سيبك من الشمعة دي اللي شبه الشهاب، خلينا نركز في الشمعة الخضراء اللي عليها مستطيل. لو لاحظت هتلاقي في هذه الشمعة شبيهة بالهانجنج مان، حتى لو خدت بالك ان السعر انعكس، ولكن هذا ليس بسبب شمعة الهانجنج مان. في نماذج اخرى للشموع اليابانية موجودة في هذا المكان هي اللي ادت الى الانعكاس. طيب لماذا لا يكون هذا نموذج للرجل المشنوق؟ لعدة أسباب. الذيل ليس ضعفي الجسم، الديل مش قد الجسم مرتين، هذا السبب يسقط مباشرة النموذج. إذا كان ذيل الشمعة يساوي جسم الشمعة فلا يمكن الاعتماد عليه كهانجنج مان. كمان لو لاحظت أن الظل العلوي طويل إلى حد ما مما يفقد النموذج مصداقيته وفاعليته، بالتالي نستطيع الحكم على هذا النموذج بأنه ليس نموذج هانجنج مان. أما سبب الانعكاس اللي حصل قدامي ده بسبب نماذج أخرى للشموع اليابانية سوف نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. النموذج الثاني على الهامر كنموذج غير صحيح. لو بصيت على الشمعة الخضراء اللي عليها مستطيل دي مشابهة جدا للهامر، ولكن ما الذي جعلها تفقد مصداقيتها وتفقد صحتها في كونها شمعة هامر وبالتالي كنموذج انعكاسي؟ رقم واحد، لو تلاحظ أن الجسم صغير والظل السفلي طويل بالنسبة لطول الجسم أو يعتبر ضعفي طول الجسم مفيش مشكلة، لكن السبب الأساسي اللي خلى الشمعة دي غير معتمدة كشمعة مطرقة هو الظل العلوي الذي يعتبر طويل أزيد من اللازم، ولو تلاحظ أنه أطول من جسم الشمعة نفسه. وكمان عندي سبب إضافي، وهو أن الشمعة اللي جت بعدها أغلقت أسفلها. ولو تفتكر أن احنا قلنا عشان النموذج ده يبقى مطرقة صحيح يبقى لازم الشمعة اللي تيجي بعدها تغلق أعلى الجسم أو تغلق أعلى الظل العلوي لها، وده طبعا ما حصلش عندي، وإغلاق الشمعة اللي بعدها أسفل جسم شمعة المطرقة هو ده اللي عطل النموذج عن العمل. طب هتقول لي في انعكاس حصل، هقول لك سببه نموذج آخر موجود سوف نعرفه في المحاضرات القادمة هو اللي خلى الانعكاس حصل لأعلى وليس نموذج المطرقة. ودلوقتي هنتكلم عن معايير تشكل نموذجي المطرقة المقلوبة والشهاب inverted hammer والشوتينج ستار. معنى ما هي الأسس والقواعد التي أستطيع من خلالها الحكم على هذان النموذجان على أنهما المطرقة المقلوبة والشهاب؟ أولا، كل من المطرقة المقلوبة والشهاب كشكل واحد متطابق 100%، الفرق فقط في أماكن تواجدهما. أولا، أن يكون جسم الشمعة في الجزء السفلي. ثانيا، أن يكون الظل السفلي صغير جدا أو معدوم. ثالثا، أن يكون الظل العلوي ضعفي جسم الشمعة، يعني قد طول جسم الشمعة مرتين. رابعا، كلما زاد الطول العلوي لظل الشمعة كلما زادت دلالة وقوة الشمعة ودلالة تأثيرها على الانعكاس. خامسا، لا يهم لون الشمعة، لكن إذا خالف الاتجاه السابق فهو يعطي إشارة أقوى لاحتمالية الانعكاس. بفكرك مرة تانية أن الانفيرتد هامر بتكون في نهاية اتجاه هابط ثم يصعد السعر بعد ذلك، بينما الشوتينج ستار بيكون في نهاية اتجاه صاعد ثم ينزل السعر بعد ذلك. نبدأ بالشوتينج ستار. الشهاب إذا تشكل باللون الأحمر يكون أقوى، هذا معناه أن تأثير البائعين أقوى من تأثير المشترين، وعلى الرغم من ذلك إذا تواجد باللون الأخضر مفيش مشكلة ويبقى النموذج صحيح. نفس الشيء بالنسبة للإنفيرتد هامر، إذا تواجدت باللون الأخضر فهي تكون أقوى كدلالة على الإنعكاس،
لكن وجودها باللون الأحمر لا يعني أنها غير صحيحة. سادسا، من المهم جدا انتظار تأكيدات بعد الانفيرتد هامر والشوتينج ستار. التأكيد بيكون عبارة عن شمعة تغلق بعد جسم أو ظل الانفيرتد هامر أو الشوتينج ستار. بالنسبة للشوتينج ستار يكون الاتجاه صاعد، يتشكل معي شهاب بهذا الشكل. إذا أغلقت الشمعة التي تلت الشهاب تحت الجسم فهذا ممتاز جدا، سواء أغلقت تحت الجسم أو تحت الظل فهذا تأكيد على حدوث انعكاس قادم في اتجاه الأسعار. بالنسبة للإنفيرتد هامر الموضوع بيكون عكسي، على أساس أنها موجودة في أدنى مستويات السعر، وشمعة التأكيد يكون إغلاقها فوق مستويات الجسم أو فوق الظل العلوي للجسم، والأقوى أنها تغلق فوق الظل، ولكن إذا أغلقت فوق الجسم مفيش أي مشكلة. سابعا، وجود فجوة سعرية في الشمعة التي تأتي بعد شمعة الانفيرتد هامر أو الشوتينج ستار يعطي دلالة أقوى على الانعكاس. يعني مثلا عندي شوتينج ستار وبعدين حصلت فجوة بينه وبين الشمعة اللي بعده، هذه الفجوة الموجودة هنا تعطي دلالة لانعكاس قادم للسعر بسبب شمعة الشوتينج ستار. والعكس بالنسبة للانفيرتد هامر، أن يكون الاتجاه هابط وبعدين تتشكل معي هذه الشمعة. فمثلا إذا حدث معي افتتاح في هذه المنطقة وأغلقت بهذا الشكل، هذه الفجوة أيضا من بين النقاط التي تعطي قوة إن في احتمالية لانعكاس السعر. الفجوات لها أسبابها وسوف نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله. ثامنا، من شروط تكون هذا النموذج يجب النظر إلى شمعة النموذج في ظل الحركة السابقة، أي وجود اتجاه واضح. الأفضل أن تكون هذه الشموع في حركة اتجاهية، إما صاعدة أو هابطة. الحركة العرضية ليست مفضلة للشموع الانعكاسية. تاسعا، عند ظهور عدة شموع وراء بعضها يفضل اعتماد آخر شمعة مع انتظار شمعة التأكيد. موضوع التأكيد مهم جدا ولا يمكن التنازل عنه إطلاقا، لازم يكون موجود. لماذا؟ لأننا نتوقع انعكاس السعر، ولكن لما يحصل تأكيد بيكون ذلك أفضل، لأن الانعكاس يحتاج متطلبات وشروط وتأكيدات أكثر من الاستمرار. خد بالك من النقطة دي كويس جدا. مثال 3 على نموذج الشوتينج ستار، كما هو واضح على الشرط، عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة شوتينج ستار، الجسم في الجزء السفلي والظل السفلي قصير أو معدوم والظل العلوي طويل، على الأقل يساوي ضعفي طول الجسم. فإذا طبقنا هذه المعايير على هذه الشمعة هتلاقيها شمعة شهاب شوتينج ستار صحيحة بنسبة 100%، والشمعة كمان اللي بعدها شمعة شهاب بنسبة 100%، وهي في نفس الوقت شمعة تأكيد للشمعة اللي قبلها، لأنها أغلقت تحت الظل السفلي لشمعة الشوتينج ستار اللي قبلها، وممكن تتداول من بعدها مباشرة من هذه المنطقة. لاحظ الانعكاس اللي حصل في السعر إلى أسفل. ولو حبيت تعتمد على الشمعة الثانية الحمراء، هي أيضا شمعة شوتينج ستار، وشمعة التأكيد اللي جت بعدها أغلقت أسفل جسم شمعة الشهاب الحمراء، بل أغلقت أسفل ظلها، مما يؤكد أن السعر سوف ينعكس. لو حبيت تعتمد على الشمعة الثانية الحمراء، هي أيضا شمعة شهاب، وشمعة التأكيد اللي جت بعدها أغلقت أسفل جسم شمعة الشهاب الحمراء، بل إنها أغلقت أسفل ظلها، مما يؤكد أن السعر سوف ينعكس. يعني الشهاب الثاني أكد الشهاب الأول، والشمعة الثالثة أكدت الشهاب الثاني. موضوع التأكيدات في عملية التداول مهم جدا، وبدون التأكيدات عمرك ما هتقدر تحكم على النموذج وعلى مدى صحته. وخلي بالك، احنا قلنا ان نتيجة المعركة لا يمكن التنبؤ بها الا بعد ان تغلق الشمعة بشكل كامل. مرة اخرى اذكرك، اللون لا يهم في نموذج الشهاب وفي نموذج المطرقة المقلوبة. وخلي بالك، بفكرك أن الذيول بتلعب دور كبير جدا في الدعوم والمقاومات على حسب أماكن تواجدها. مثال 4 على الانفيرتد هامر، هي نفس شكل الشوتينج ستار، ولكن بتكون بعد اتجاه هابط. وحتى تكون هذه الشمعة صحيحة لازم يكون جسمها في الجزء السفلي للشمعة ككل، ويكون الظل السفلي متناهي في الصغر أو عديمة الظل، وذلك بيكون أفضل. والظل العلوي
يكون على الأقل ضعفي الجسم أي طوله مرتين. لو تلاحظ كل هذه الشروط محققة، أما موضوع اللون فهو غير مهم. بالنسبة للشهاب والمطرقة المقلوبة الشوتينج ستار والإنفيرتد هامر، سواء كان بنفس اللون أو مختلفين، ولكن لما يكون اللون عكس الألوان السابقة فهذا يعطي دلالة أقوى، كما بالشارت اللي موجود قدامي كان البائعون مسيطرين، بعدها بدأ المشترين هم الذين يسيطروا وظهر لنا اللون الأخضر. لو كان باللون الأحمر لا يفقد مصداقيتها وصحتها من كونها مطرقة مقلوبة inverted hammer، ولكن باللون الأخضر عكس لون الاتجاه السابق يعطيها قوة أكبر في الإنعكاس. كمان لو تلاحظ على الشرط اللي قدامك ده عندنا هنا جاب أي فجوة سعرية. لو لاحظت ان الشمعة اللي جت بعد شمعة المطرقة المقلوبة اغلقت اعلى جسم الشمعة، وهذا تأكيد على بداية الانعكاس او على الاقل بدأ السعر في تغيير سلوكه السعري. الشيء الملفت في هذا المثال زي ما قلت هو وجود جاب اي فجوة سعرية. هذه الفجوة واغلاق الشمعة الثانية فوق شمعة المطرقة المقلوبة، هذا كله يؤكد أن السعر فعلا بدأ في الانعكاس ويغير اتجاهه السابق. بغض النظر هينعكس مباشرة أو هيدخل في مرحلة انتقالية، هذه إشارة لا يمكن إهمالها اللي هي إيه؟ إغلاق الشمعة التي أتت بعد شمعة الانفيرتد هامر أعلى من شمعة المطرقة نفسها، هذا تأكيد لي أن السعر سوف ينعكس ويغير اتجاهه. وهناك نماذج خاطئة عن شمعة الشهاب، قد تبدو للوهلة الأولى أنها نماذج صحيحة بس لو دققت فيها شوية هتلاقيها غير صحيحة. النموذج الأول الشكل اللي عليه مستطيل ده، من أول وهلة هتقول إن ده رجل معلق مكتمل الشروط مفيش نقاش، لكن بص كده على الشمعة اللي بعدها هي شبه الشهاب ولكنها غير صحيحة، لأن جسم الشمعة مقارنة بذيلها الذيل لا يساوي ضعفي جسم الشمعة تقريبا، طول الذيل يساوي طول الشمعة أو أزيد منه شوية. في هذه الحالة لا يمكن اعتباره شمعة شهاب، وكمان الظل السفلي مساويا تقريبا طول جسم الشمعة، وهذا ما يجعله يفقد مصداقيته وكونه شمعة شهاب صحيحة، وبالتالي هي شبيهة بالشهاب ولا يمكن اعتبارها شهاب. طيب ما هو سبب حدوث الانعكاس؟ السبب هو شمعة الرجل المعلق وليس شمعة الشهاب. وتعتبر الشمعة اللي شبيهة بالشوتينج ستار هي اللي ادتني تأكيد لشمعة الهانجينج مان، لأنها أغلقت أسفل جسم شمعة الهانجينج مان. النموذج الثاني على الشمعة الشبيهة بالإنفيرتد هامر وليست إنفيرتد هامر، عندي اتجاه هابط. عندي الشمعة الحمراء اللي عليها مستطيل دي شبيهة بالمطرقة المقلوبة ولكنها ليست مطرقة مقلوبة صحيحة. لماذا؟ الذيل صغير ويكاد ينعدم، هذا شرط صحيح. الجسم موجود أسفل الشمعة، هذا أيضا شرط صحيح، لكن لما تبص على الذيل العلوي هتلاقي أنه أقل من ضعفي جسم الشمعة، يعني تقريبا يساوي طول جسم الشمعة وزيادة قليلا. عشان كده قلنا إن دي مش شمعة inverted hammer، بس لو لاحظت هتلاقي ان السعر فعلا عكس، بس مش بسبب الانفيرتد هامر ولكن بسبب نموذج انعكاسي اخر موجود سوف نتكلم عنه فيما بعد. المهم ان هذه الشمعة ليست انفيرتد هامر لانها لم تتوفر فيها الشروط الصحيحة اللي احنا عارفينها واتكلمنا عنها قبل كده بالتفصيل. دلوقتي هناخد مثال عام على شرط كامل نحاول نطلع منه بعض الملاحظات اللي ممكن تصادفنا من خلال النماذج اللي احنا اتعلمناها النهاردة، الهانجينج مان والهامر والانفيرتد هامر والشوتينج ستار. هذا الشرط على الإطار اليومي، على الفريم اليومي، كل شمعة تمثل يوم يعني لها مصداقيتها العالية. رقم واحد، شمعة الشهاب اللي قدامي دي شوتينج ستار، دي شمعة شهاب صحيحة، جميع الشروط متوفرة فيها، الذيل السفلي قصير جدا، الجسم الأسفل، الظل العلوي تقريبا ضعف طول الجسم الشمعة. عشان كده بعد ما تكون عندي الشوتينج ستار حدث بعدها هبوط للسعر على طول. رقم اتنين، حدث معي صعود بس بسبب نماذج أخرى هنناقشها بعدين، ولكن أنا اللي يهمنا الاتجاه الصاعد اللي جه في نهايته شمعة هانجينج مان
مستوفي لكل الشروط. الجسم موجود في الجزء العلوي، الذيل العلوي للشمعة يعتبر قصير جدا، والذيل السفلي ضعف جسم الشمعة. وعلى الرغم من ذلك ما حصلش انعكاس. ليه؟ لأن شمعة التأكيد اللي جت بعد الهانج مان لم تغلق تحت جسم شمعتها ولا تحت ذيلها، وبالتالي فشلت شمعة الهانج مان في عكس الاتجاه. لذلك من المهم جدا انتظار التأكيد بعد الشموع الأربعة التي ذكرناها. رقم 3، مرة أخرى بعدما صعد السعر تكون عندي نموذج الشهاب، جميع الشروط متوفرة فيه، جاء في نهاية اتجاه صاعد، جسم الشمعة لأسفل، ظل الشمعة السفلي صغير جدا، والظل العلوي أكثر من ضعفي جسم الشمعة. لكن لو تلاحظ بعد هذا الشهاب لم يحدث الانعكاس بشكل مباشر. لماذا؟ لأنه كما قلنا لازم يكون عندي شمعة تأكيد بعد أحد النماذج الأربعة التي تكلمنا عنها. الشمعة الموالية لشمعة الشهاب بدأت في هذا المستوى وأغلقت عند هذا المستوى. كنا محتاجين إغلاق تحت الشهاب حتى نتأكد أن فعلا بدأ الإنعكاس. بعدها تشكلت معي شمعة الهانجينج مان، وهو أيضا نموذج صحيح، بس الشمعة اللي جت بعده لم تعطي تأكيد على أن الجسم أغلق تحت الهانجينج مان، أي تحت الذيل الخاص بشمعة الشهاب. لكن هذه الشمعة الثالثة هي التي فصلت في الموضوع، لأن احنا عارفين ان احنا بنرجع لاخر شمعة انعكاسية اتشكلت معانا. لما حدث الاغلاق تحت الجسم الاساسي للهانجينج مان، هنا بامكاني ان انا اقول ان فعلا حدث الانعكاس او بدأ الانعكاس. والقوة الاكبر للانعكاس تحدث بعد الظل، اي بعد ان تغلق اي شمعة بعد كده، بعد ظل الهانجينج مان. رقم 4، هذا المكان ايضا كان سبب في هذا الصعود العنيف بسبب نماذج أخرى من الشموع اليابانية غير اللي احنا درسناها النهاردة. ولكن بعد هذا الصعود اللي حصل تكون عندي في نهاية هذا الاتجاه الصاعد، تشكل عندي نموذج الهانجينج مان مرة أخرى بنسبة صحيحة 100%. ولكن كما ذكرنا في بداية المحاضرة أنه بعد تشكل النموذج الانعكاسي عندي 3 احتمالات: إما السعر ينعكس، أو السعر يدخل في حركة انتقالية أو عرضية ثم ينعكس، أو يفشل النموذج كما حدث في هذا المثال وبعدها واصل السعر صعوده إلى أعلى. سبب الصعود هو نموذج الهانجينج مان، شمعة التأكيد اللي جت بعده لم تغلق أسفل الجسم أو أسفل الظل السفلي للجسم، ولكن جاءت الشمعة الخضراء أغلقت أعلى من شمعة الهانجينج مان، مما أكد سيطرة الثيران. طيب هذه الشمعة الأخيرة هل يمكن اعتبارها شوتينج ستار؟ طبعا لا يمكن اعتبارها شمعة شوتينج ستار، لأن الجسم تقريبا يساوي طول الظل العلوي. وبذلك نكون قد أنهينا محاضرة اليوم، وإلى أن نلقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.